تتواصل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة قنا بعيدها القومية. وقد أوضحت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم أن التوجه بالمنتج الإبداعي إلى جنوب مصر يعكس مدى اهتمام وإيمان الدولة بدور القوة الناعمة في النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان، بما يسهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة. المهرجان ده مهرجان بقى مهرجان سنوي، اول عام بدا السنه اللي قبل فاتت، ما عملناهوش السنه اللي فاتت نظرا لظروف كورونا، وبدانا السنه دي المهرجان الثاني، وان شاء الله هيستمر بعد كده كل سنه. طبعا احنا عارفين اهميه الثقافه والفنون لابنائنا ولشبابنا، طبعا هي قوة ناعمة وهي بتهذب الروح. مهرجان دندرة دي الدورة الثانية ليه، كان السنة اللي فاتت توقفنا عشان جائحة كورونا، السنة اللي قبليها قدمنا المهرجان لأول مرة، السنة دي احنا بنقدم 3 ليالي لمهرجان دندرة.